رفع العلم السوري في ساحة التحرير في مدينة القنيطرة جنوب غربي البلاد بعد تحريرها من الجماعات المسلحة. المشهد نفسه عرفته قرية الحميدي التي سيطرت عليها كليا قوات النظام بعدما باتت في الفترة الأخيرة منطلقا للمسلحين لشن هجماتهم على القرى المجاورة. ووحدات الهندسة العسكرية السورية تقوم بتمشيط المناطق لإزالة الألغام التي زرعها المسلحون. ومع هذه العمليات الأخيرة أعلنت روسيا أن عملية القضاء على الإرهابيين في المنطقة أوشكت أن تنتهي. المسلحين من هون كلياتهم طلعناهم، عرفت؟ هاي هيك أرقان الإعلام، والله قفتنا بنفوت الجيش كله على المهدمة، عرفت؟ وسيطرنا عليها بالكامل والحمد لله رب العالمين، ما ضل شيء طاوي. ونحن معنوياتنا الحمد لله رب العالمين قوية، عرفت؟ لا ما بنخاف من أي تصدي، لا من إسرائيل ولا من أمريكا، ولا كلمة بشد بإسرائيل، لا صواريخ إسرائيل بتهمنا ولا غير إسرائيل بيهمنا. نضل صامدين لآخر شبر، ونضل نقاتل لآخر شبر بسوريا، بأراضي سوريا، ونقاتل لآخر نقطة دم في جسدنا في عروقنا. فيما يواصل الجيش السوري إحكام سيطرته على باقي بلدات ريف القنيطرة، الإعلام الحربي المواكب لسير هذه العمليات عرض مشاهد لدخول الجيش قريتي عين ذكر وشيخ حسين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي بعد مواجهات مع تنظيم داعش، ونشر صورا جديدة لمواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل. وذكرت وكالة سانا أنه جرى العثور داخل مقر الخوذ البيضاء على ألغام مضادة للدروع وحشوات قذائف مدفعية. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان لم يتبقى سوى 5 قرى أمام النظام السوري ليسيطر كليا على محافظة القنيطرة.